الموقف ايه دلوقتي؟ موقف الصعود بالنسبه للاهلي. لما تبص على الماتشات اللي الاهلي لعبها في البطوله وتستبعد مباراه القطن، هتلاقي لا ان الهلال السوداني، احنا طبعا عايزين الاهلي يصعد، انا مش بقول الكلام ده اللي انا يعني فرحان الاهلي هيخرج او بقى الصعود صعب، لكن انا بقول لكم قيموا كده الموقف، الموضوع صعب، صعب جدا، والموضوع بقى في ايد الهلال السوداني وسان داونز، مش في ايد الاهلي. الاهلي لازم يعمل اللي عليه ويكسب الماتشين اللي جايين، ماتش القطن الكاميروني في الكاميرون وماتش الهلال هنا، بس في مباراه هي اللي هتحدد، مباراه الهلال وسان داونز، مباراه الهلال وسان داونز يوم الجمعه اللي جايه في السودان في ملعب الهلال، دي هتحدد القصه بشكل نهائي. واللي انا شايفه النهارده سان داونز كسب الاهلي وخلاص صعد، ممكن ما يبقاش في عنده نفس الاهتمام بمباراه الهلال السوداني، والهلال السوداني اعتقد مش هيفوت الفرصه دي. يعني بصوا الترتيب اهو، سان داونز 10 10، انا مش عايز برضو ايه يعني، هو في امل بس امل ضعيف، وهنعيش على الامل بس ايه، عشان لو ما حصلتش والاهلي ما صعدش الناس ما تتصدمش. سان داونز بصوا عنده كام نقطه؟ عنده 10 نقط، خلاص صعد كده كده صعب، اول او تاني يعني مفيش مشكله، ناقص له ماتشين وعنده اخر ماتش القطن الكاميروني. سان داونز ناقص له الهلال السوداني الماتش الجاي، الهلال، وبيقولوا لي الهلال وسان داونز هيكون يوم السبت اللي جاي. طب الاهلي هيلعب الجمعه، كده كده الاهلي لازم يكسب طبعا القطن في الكاميرون، وبعدين نشوف بقى ماتش الهلال وسان داونز هيحصل في ايه. تعالوا نحسب الحسابات في الثلاث حالات. الحاله الوحيده او الحالتين اللي يخلوا الاهلي عنده فرصه وامل في الصعود، ان الهلال يتغلب من سان داونز في السودان، والاهلي يكسب القطن ويكسب الهلال هنا، عشان يبقى 10 نقط. ما هو الاهلي اقصى حاجه هيقدر يوصل لها ايه؟ 10 نقط. فالهلال لو اتغلب من سان داونز الماتش الجاي وبعدين الاهلي يكسب الهلال هنا، خلاص يبقى الاهلي 10 والهلال 9. هل ممكن ده يحصل؟ ممكن. طيب لو الهلال اتعادل مع سان داونز في السودان، لو الهلال اتعادل مع سان داونز في السودان، الهلال هيبقى كام؟ 10. والاهلي يكسب الماتشين، طبعا كل الشروط لازم الاهلي او كل الاحتمالات لازم الاهلي يكسب الماتشين، والاهلي كسب الماتشين هيبقى برضه 10. هنروح بقى هنا ايه للمواجهات المباشره ما بين الاهلي والهلال. الهلال كسب الاهلي هناك في السودان كام؟ 1-0. يبقى الاهلي هنا ده في حاله ايه؟ تعادل الهلال مع سان داونز، فالاهلي هنا لازم يكسب اكتر من 1-0 عشان يصعد، يبقى 10 نقط ويتساوى مع الهلال ويصعد في حاله تعادل الهلال السوداني. لو الهلال بقى، ودي احسن نتيجه اللي هي لصالح الاهلي، ان الهلال يخسر من سان داونز في السودان، الهلال يخسر من سان داونز في السودان، في الحاله دي بقى الاهلي يكسب القطن ويكسب الهلال، يبقى هو 10 والهلال يبقى 9 وكده الاهلي يصعد. لكن الموضوع صعب مش سهل، الهلال كمان فريق عنيد وعنده فرصه ان هو بايده يعني يصعد للدور الثمانيه. انا مش هقول لكم قلقان من سان داونز، خلاص سان داونز صعد، فسان داونز يقول لك انا يعني هلاعب بقى البدله واجرب الناس وماتش الهلال في السودان والدنيا هاديه، وبرضه بيني وبينكم اخرج الاهلي، ما هو الاهلي بقى هيقرفنا بعد كده في لو صعد، ممكن يجي لي بقى في دور قبل النهائي ولا يقابلني في مباراه نهائيه. فالحسابات كده، انا حاسس ان سان داونز الماتشات اللي جايه هاخدها بقى بهدوء جدا وبسلاسه، خصوصا كمان ان سان داونز اخر ماتش عنده القطن الكاميروني وهو كده كده ضامن الصعود يعني. فدي الحسابات، دي الحسابات، وانا شايف ان الحسابات بقت معقده جدا، خصوصا ان الاهلي النهارده قلنا النتيجه اللي هي تخلي الاهلي الموضوع صعب جدا الخساره، يعني حتى كان في حاله التعادل في كلام، فتخسر بتخسر ب5-2، فطبعا نتيجه مؤلمه ونتيجه كبيره جدا.